زحمه وعيب على حكومه تدعي ان هي شيعه ترقع. هذا جسر خطر على اهالي النصر. هكذا بدت الصوره بعد اعاده صيانه جسر النصر في ذي قار، والذي خلف موجه من النقد الكبير للجهات الحكوميه، حيث الاعمال كانت هي عباره عن ترقيع الجسر المتهالك والذي ممكن ان يسقط باي لحظه. هذا جسر، هذا تصليح، يعني تصلع لك جسر والله يتصدق عليك مقاول يطيق صم تبليط. اصلح لك جسر من التسعينات طالبنا ردنا، بس تروح للطرق والجسور تدفع فلوس، تروح للمرور تعطيني فلوس طرق والجسور. هذا طرق والجسور المرور يقصك وصل على اليمن على الطرق والجسور، هاي الطرق والجسور مالتكم احنا ما نقول، بس حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الجسر يعني يسوون هيك يبلطونه مليارات يطون، وين يودون الفلوس يا اخي؟ بس اريد ان اعرف، احنا شباب ما عندنا ثوب نلبسه، الله وكيلك والعباس كفيلك، شنو احنا شو مسوين؟ احنا مظلومين، احنا بالعراق من دون الدول احنا مظلومين. هذا الجسر هذا تبليطهم يضحكون علينا، ترى مو خوش هاي وضعيه، الله وكيلك مو خوش. شنو مخليهم حمايات بالعباس انطب عليهم؟ شاهد العباس ملينا وليزعنا. ذي قار والتي تجاوزت موازنتها 1 تريليون دينار لم ينتج عنها مشاريع خدمية ترفع الحيف عن المواطنين، ومن أبرزها هذا الجسر الذي أثار غضب المواطنين وهم يسجلون معاناتهم يوميا بهذا الطريق. تبي تخلي شيوخنا خلينا يرجعوا لنا على الحدايد، لان تدينا والله القران كل شهرين بدل حدايد يمر الجسر هذا الاكشر، متنا ومليانا لعبت رواحتنا. ايش مدري المدمر يحطوا له لازق شو اسمه ما ادري شو اسمه، وخراب دوم كله خراب. وضعكم من ترحون ترجعون على الجسر شلون؟ تفليش كل ساعه اسوي لك حدايد. وتزداد المعاناه هنا يوميا بعد الاهمال بالخدمات والالتفات الى مطالب الاهالي، فنقص الخدمات كبير في قضاء النصر الذي يقع شمال المحافظه. من على جسر النصر في ذي قار الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، لقناة التغيير الفضائية سلام السرهيد ذي قار.